أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إن الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين المسلمين قل إني أخاف إن عصيت رب بعذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا
انفسهم واهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عباد فاتقوا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. صدق الله العظيم.